هنا عند هذا الجبل، جبل بوزاخة، التقى خالد الوليد بجيش طليح بن خويلد الأسدي أحد مدعي النبوة. وقد وصل الجيش الإسلامي بقيادة خالد الوليد إلى بوزاخة من جهة الشمال، وكان جيش طليح له ميزتان عن جيش خالد، هما الكثرة والراحة مع وفرة السلاح والركائب، وكان مستريحا في دياره على خلاف جيش خالد الذي كان عليه أن يلقاه بعد مسيرة مئات الأميال في الأودة والجبال. والتحم الجيشان وثبت طليحة وأصحاب ثبت المستميت، وكروا على المسلمين كرة عنيفة، وانقضت هنيهة خيل فيها للمسلمين أنهم انكسروا لا محالة. وجاء بعض بني طي إلى خالد الوليد ينصحه أن يتراجع ويعتصم بجبال لي طي ويستدرج المرتدين إليه، وأنكر خالد عليه نصيحته وزجره قائلا: لا أعتصم بغير الله. فأرسل فرسه وترجل مقاتلا على قدميه ليمتلك الحركة حيث يشاء، ويبعث القدوة في قلوب صحبه، ونادى بالأنصار وكأنه ذكر موقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين: يا أنصار الله، فلبوه مندفعين إليه، وثبت أبناء القبائل في مواضعهم. فاستمر القتال بين الفريقين، وكان عيينة بن حصن هو الذي يقود المعركة إلى جانب طليحة، في حين كان طليحة يقيم في بيت الشعر ملتفا في كساء له يتنبأ للناس. فلما حمي وضيس الحرب ورأى عيينة قوة خالد والمسلمين، كر على طليحة يسأل: هل جاءك جبريل بعد؟ فقال: لا. فرجع عيينة فقاتل حتى إذا ازداد وطيس الحرب ضراما قفل راجعا إلى طليحة يقول: لا أبا لك، أجأك جبريل بعد؟ فقال: لا. قال عيينة: حتى متى؟ والله لقد بلغ منا. ثم رجع إلى الوطيس، فرأى خيل خالد تكاد أن تحيط به، وكان معه من فزارة 700 مقاتل، فرجع إلى طليحة فزعا يكرر: هل جاءك جبريل؟ فقال: نعم. قال: فماذا قال لك؟ قال طليحة: إنه قد قال لي: إن لك روحا كرحاء وحديثا لا تنساه. ولم يتمالك عيينة حين سمع منه ذلك الهذر أن صاح: قد علم الله أنه سيكون حديثا لن تنساه. ثم نادى قومه: انصرفوا يا بني فزارة، فإنه كذاب. فانصرفوا، وانهزم الناس يغشون طليحة يقولون: ماذا تأمرون؟ وكان طليحة قد أعد فرسه وهيئ بعيرا لامرأته النوار، فقام وركب الفرس وحمل امرأة وهو يقول: من استطاع أن يفعل منكم مثل ما